بعد عام من التحرير هكذا تبدو بيحان، حيث تشهد نهوضا عمرانيا غير مسبوق في واحدة من أكبر مديريات محافظة شبوة. بعد أن ذاقت بيحان ويلات الحرب باتت اليوم تستشرف المستقبل، إذ يعمل الناس هنا على القيام بنقلة نوعية من خلال السعي الحثيث لتجاوز آثار الحرب والعودة إلى الحياة الطبيعية. وإن كان أول بيحان يعني مطفي، لكن الآن غير طبيعي في من ناحية الشارع العامة وداخل في مدينة ريدان وفي كل مكان. بعد التحرير بدينا نلاحظ يعني نهضة عمرانية واستثمار الناس قاعدة تستثمر تأخذ أراضي وتبني وتعمر، لا لأنهم حسوا بالأمان. الاستقرار الأمني الذي عاد إلى المديرية منحها فرصة العودة إلى حالتها المدنية، وهو ما خلق فرصا متعددة أمام الشباب مكنت أغلبهم من العمل ضمن مشاريع بسيطة لكنها توفر مصدر دخل لهم ولأسرهم. بعد مرور عام واحد على تحرير مديرية بيحان من الميليشيات الإنقلابية الحوثية، استتب الأمن في هذه المديرية وعاد الناس إلى منازلهم. الذين خرجوا أثناء الحرب عادوا، وتشهد مديرية بيحان نهوض عمراني وأمني. كذلك عندما شعر الناس بالأمن اتجهوا إلى النهوض التجاري والعمراني. بعد 3 سنوات توقفت فيها الحياة هنا وحل الخراب والدمار بدلاً عن البناء والتشييد، تدب الحياة مجدداً لعل المديرية تلحق بجاراتها من المديريات المحررة وينعم أهلها بالسلام. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.